القرآن ذوال ربي عزيزان السفوغان سطلة مرثفاف يتساوين ذو فريد مسلمة ورثكين دما. قرآننا قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. ذو الدرس بيس 438 من دروس التفسير، وما زلاغ يكون صورة سبع السجي ميرد رب دين في السلسلة يثيس عشرة المذلية فيس 12. ولقد آتينا داود منا فضلا. سيدي ربي سبحانه عز وجل يختار إمولهن تلسا هاثنا السن بضد الأنبياوية، سيدنا داود سيدنا سليمان، في مشوها قصص الأنبياء ذي ستصل العبر سيكسنت ما يحكوا ربي في الأنبياء. أولا الأنبياء هم صفوة الخلق، ضربي إثني اختارا في السنف يفكي السن أين ورفكيث خلقيث، آتاهم فضلا كبيرا، وأعلى هذا الفضل هو فضل النبوة، يعني اختار ذو الأنبياء. ما ردين ذو الأنبياء إمولهن تلسا هداة البشرية لي ميساجين لي بروفيت إدي شكاع سيدي ربي إث خلقيف. فلاذا الفايدة النظام مدينا ربي لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. سبحان الله كل يون سي الأنبياء تسيد تربثني تعوان مادام يختار ثني شقع ثنيد إلى قثني عيون ثني تعوان ثني وله معنا أرجو إقارة سنة قتلين أصحاب منهج ثورة ساقية ما كنت حصم ياك في الله مقالة ميثودولوجي دي كلش كل شيء سالة ميثودولوجي كل شيء سالة الخذ معامي قرنك لكل أمر أصول، من ضيع الأصول حرم الوصول. كل حاجة يسعى أمي أمي أكيد نسيد المنهجية ما تفلح تسعى الأصول أمي تفلح لا ميدسين تسعى الأصول، الأرشيتكتور تسعى الأصول، لا جيولوجي علم طبقة الأرض سعى الأصول، علم الفيزياء سعى الأصول، تصد المبادئ إنس القواعد إنس قاعدة الجاذبية إلى كل حاجة سعى الأصول. أم سلاي يسعى الأصول الأنبياء والرسول ربي ذي قار غص ربي تعاوني ثن من ياسن إلا قد سعى من ميطود كل يوم يسعى الله ميطود إنس أم كري السيوض الرسالة. سبحان الله ما تجمع ضياك تخمط اون سينتيز يعني خلاصة للأنبياء توحد ربي سبحانه وين تفض يسعى سي كاركتيريستيك يسعى الخصوصيات ينس. أدمد مثلا سيدنا نوح أولا ذي العمر زرم الأنبياء ويعاش 120 سنة ويعاش 33 سنة أم سيدنا عيسى لا يا طول دروازه ويعاش 63 سنة من النبي صلى الله عليه وسلم ياكل الأنبياء ويسعى 33 و 45 و 120 و 100 نتسع سيدنا نوح 950 سنة وقيد ذي الدعوة يمسكان الخدمة ينس ذي 950 إسقوة سن
من بعد تورد الطريقه سيدنا نوح، طريقه سيدنا موسى، طريقه سيدنا يوسف، سيدنا عيسى، سيدنا ابراهيم الخليل، امك ينشر النور ويتوليه مذانا سيدي ربي، امك سيدنا ربي. سبحان الله، اتحفظ ميثودولوجي في الدعوه الى الله. وصدق الله اذ يقول: وما على الرسول الا البلاغ، يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي يوحى اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. يعني هذا التوحيد، هذا الاصل الاصيل، كل نبي يسعى ان كارث السيوض. وذا مثل جرف ربي من كنا شنرفض في اللسن ربي تعاوني. مثلا ربي ندفن في عليه الصلاه والسلام: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ضرب كنصرا أيدك، يعونك، يسند ضرورس، ينصريك. أمعنى للمؤمنين صافي المعنى إيس. ربي يفكى الفضل، يفكى القيمة المؤمنين، يقفد ذنر ثماس. المؤمنون الذين نصروه وآزروه، وفدذن يذس. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وما رثني جرف سلمحناث هاثن بضرثني وعرا يجرفيثن مليح مثني جرب نكوني ذاغمان غير تاريخ الأنبياء دليني غصر بيحمليثن يختاريثن كذا كذا كذا. أماني جرفيثن ست درمي جرفيثن كوني جرفا ويتغضر الحال خطر داكي زمان غديك شم الشيطان غي كلخ لكن شرم ظلو سي الجامعة روايض تظريث الفجر تظريث العشاء كل شيء لاباس ها كني تسوفريض الهلاكات لي بروبلام الخسارة لي بروجي كروحان أي غير الفلاني ولو أوري السينارا كل شغالاكي أمعنى كل شيء يربح ديكس إزمر نتوكل لخ سوفري ذاك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إخبر غيد إناد: الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل. هذا وكذاكي يجرفيثن ربي وين يبغى نادي فيرنسن أرثمانسن يلسن ولا ذنسى أذي صبر أكني صبرا. هذا ثورة نغدنا أدن الشم ذي حياة الأنبياء سيد ذو كان شويت أمي دينا ربي سبحانه غف سيدنا داود إدي نزل فلس الزبور: ولقد آتينا داود منا فضلا. ذا شو الفضل؟ ما هو الفضل الذي آتاه الله؟ آتاه تزرم في قلت أني عدان في كل مرض نذر بلي ربي سبحانه هو الذي يؤتي البشر. أما ذا العلم من الله، أما ذا الفهم من الله، أما ذا النبوة من الله، أما ذا التوفيق وما توفيقي إلا بالله إلى آخره. باش كان نفهم بلي جميع النعم مصدرها مآلها الله جل جلاله، المنعم جل جلاله. لذلك لا يجوز لنا أن نرفل في نعيم سابغ ونكون من الغافلين، يعني عن المنعم جل جلاله، فلا نكون من الشاكرين. لذلك ربي يقول: ولقد آتينا داود منا فضلا. ذا شو الفضل؟ يتمثل هذا الفضل في النبوة، في الملك، في كونه يفهم لغة الجبال والجبال تردد معه والطير، هو يسبح والجبال تسبح ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يعني أكوين دي خلق ربي ذي الدونيث يتعظيم ربي سبحانه يكو ظزر ذي لحشيش ذي الطجرة ذي ذرر ذي ثرن ذي قرد الذيور يكو. نكني معاشر البشر أهل يعني بني الإنس، فضلهم الله عز وجل ونحن أفضل الموجودات. ها معنى غور نغيث الله الغفلة نسعى كلش، نسعى المؤمنين، نسعى وياض، نسعى وقذ يسن الإصلاح، نسعى وياض
نسعو قادي سنة فريد سيدي ربي نسعو قادهم يعرقو فريد نسعو ثني ياكو ما إلا سيدنا داود مدينة ربي فضلا ذا الفضل يفكيس النبوة ينزل فلس الزبور سلعة ذي اللان ذي الزبور لذيور ويذي تفرفيران نقدم ذي يزيم الدين ولاقي يقصد لا يجي ها هذا هو هذه القصيدة لها أصول من أصولها هذه الآية الآية العاشرة من سورة سبأ معنتها هذا الشاعر كان حكيما وربط ما يربط بدين السلعة ذي اللان ذي الزبور لذيور هذا ذاك يا جبال أوبي معه والطير سلعة هذه سلعة هذه إذا شو التوحيد سلعة هذه اللان ذي الزبور لذيور وذي تفرفيرا سلعة هذه اللان ذي التورات إذورار وذا لين إذورار وذا لين هي بورتون ذاكي بذر ضرب إذورار مع داود ولكن خص موسى عليه الصلاة والسلام بالجبل وله حكمة سلعة ذي اللان ذي الطورات إذورا الوذا لين سلعة ذي اللان ذي الإنجيل يعني ذي نزل في سيدنا عيسى إن ذي التجرى ذوين ثمرا باش غادي سميثي سيما سميثي الساعة إلى يسر ربي سبحانه وهزي إليك بجدع النخلة صمد النفس وسعي الجهد ولكن سيدي ربي ولهيت إلى هذه الحركة بعدها تنزل تتنزل الثمرات بقدرة قادر إذن سلعة ذي اللان ذي الإنجيل التجرى وين ثمران سلعة ذي اللان ذي القرآن يلدم في بوري غلقان باش غديني بلي يكفي سورة نربح في سورة السعادة اللهنة للجنة يجمعي ثنتيد يكو القرآن الكريم يكو يعني ما تفرق عند غيره وما تدرج في سائر الكتب من اكتمل بتمام هذا القرآن وبنزوله والآية معروفة في سورة المائدة اليوم أكملت إنكمال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي اسمي نعمة ورضيت لكم الإسلام دينا كفث مشاهوت فدز فرز ذا ين يلا بعد هذا الفضل من مظاهر الفضل أن الله عز وجل يسخرص الجبال لقي فهما نسيت سبيح سيدنا داود إذورار أدتسران تسبيح إفهميثن نسيدا فهمت أوي بمعه سلام على سيدي ربي والطير ترجع معه وكذلك للذيور ذاك سبيحا أكل سيدنا داود ثقي فضل كبير إلى الفضل النظام وألنا له الحديد هنا القول مزال هناك صورة سيأتي بيانها بالتفصيل في وقت لاحق إن شاء الله وقدر صورة الحديد والزلقي سعى الحكم كثيرة جدا في السلم والحرب والزال حديد كيف أنه هذه نعمة من نعم الله عز وجل أنزل هذا الحديد وسيأتي البيان أن بعد يصلح أما السلم يثلويث الحضارة العمران الفني وكذا وكذا ذا يصلح الحروب مارث للتعدية طيب وأعد لهم ما استطعتم من قوة وألن له الحديد يمكن يزرى والزال في سلسلسلسل النار تذوب ولكن سأوزل فوس سيدنا داود يغلم أمور كثي عجينة دار كثي شيء عجيب يعني ولكن هذه من ربي سبحانه إذا أعطى أدهش وقد ربي يهضر ننسوا منطق البشر يكون واحد يقول كيف هذا عنده قوة عن بعد أو مانيش عارف شامبيون دي موند في رفع الأثقال ولا في اللي يسموه مالوريزمو الفن النبيل هم بعد مهما كانت قوة الإنسان والزميرانة ولكن ثقي آية من آيات الله في كتدي سيدنا داود وألن له الحديد بكتفو الزل يريف أسنس أذي غلم وركثي أذي خذم لي ساكن يبغى ثقي فضل
بعدين أني عمل سابغات دقي وقدر في السر دقي قصد دقي الحديد، وسيأتي البيان عن دور الحديد أما ذي الحرب دقي إشارة إلى الحرب، إشارة إلى الحرب أمهي في استخدام يعني ذي الحرب. واعملوا صالحا خذ مثل الصلاح، خطر كني فغو يلا في ندم أو هربي ذي استخدمين استدفك ربي ذي الصلاح. أي قوة الأصل ربنا حينما يمنح قوة للإنسان سواء كانت قوة عقلية فكرية قوة مالية مادية قوة عضلية قوة مهما كانت أتستخدم دي وين الهام ذي الصلاح، عند اللزوم أتستخدمي وين نظر ما تحتم الحال ثلاث مارا إخي قرنا ولك ما ثلاث مارا. طبعا الإنسان إلى قد دفع ودائما الحق يحتاج إلى قوة تحميه، الحق يحوج القوة أري حارفن في الناس أري سحفيفرن في الناس. واعملوا صالحا وطيب ذاك دائما الآيات متشابهة ذي قمضوا عق الصلاح بدي فذا ربي الخذمة أدي قرر خذ مثل الصلاح وثقيل قسم الشفو أي غر ربي ودين نار ذا الشول للصلاح كل يوم ذي خدم للصلاح أكنيك السن أن ديلا على حسب لي سيركونستونسنا الظروف ذي ريل خدم للصلاح أذي لك الغيث أينما حل نفع أوها ربي أمذاني صلحا أن ديلا أذي خدم للصلاح وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ربي كان كاذي سمحتي باللي أي لي خدم وليفر على سيدي ربي ولا ما غير غرون حسب ما كان يفر نتسايح صا اي نقفر اي ندي ظهرا لا تخفى عليه خافيه يعلم السر والعلن. من بعد هضرت ولي سليمان طبعا انا اعود الى الحديث عن داود وسليمان في مسائل مهمه جدا. ولي سليمان الريح ذا سيدنا سليمان سبحان الله إسخر السيدي ربي أظو إسخر السيدي ربي أظو وسبحان الله أشو دينا غدوها شهر ورواحها شهر يعني يقطع مسيرة شهر في الصباح ومسيرة شهر في المساء يعني مسيرة شهرين في يوم واحد أمر عجيب خطر أظو صحيح ثورة ثورة يمكن ينسيذير عند تبضى التكنولوجي نظر لات لي زافيون ولي زافيون مخالفات لافيون لي اتيير لافيون لي بوينغ نظر على فيتاس وكذا فهي لا تكنولوجي والحمد لله انه الشرع عن سيدي ربي ميك بضر مسلي ودي فكره في ليسا ادي قريه معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا ولكن لا تنفذون إلا بالسلطان يعني ورسالة في لسا لا حدود فمسني ورسالة لليميت لا حد لها ولاش رنوياس ذا شوها ربي سمي تواليض تسينض سمسني خديفك ربي أين دي خلق ربي إلا قد تسينض ربي أكثر أمر ذي الفغي أتزاد ثموسني أتزاد لفوا أذي زاد الإيمانين أمر ذي الفغي يكا تقيد ذي المنطق تقيد اللوجيك مما إلا يغلق الموسي ضارا سيمي أمذانية نوذي القرايا سيمي الصخراف الصخراف يسلوغو يتهدو أم بعد يرنا لنو قادة ثيامنا على بالك أهوكين الفلاني غرا أهو الفلاني غرا أذغى مسكين وقاذ نون في مارثي مسالقي أسن صارقني فردان. لذلك ثوعر الثموسني ما يسخدمي تفافيس لقهودو ماشي ذي الفني يثروزو ماشي لقجبر أذي السلوغو موري الزيزدي ثاقي ثوعر وثوعر مليح. الحكماء النغر عقلاؤنا قالوا حكما وأمثالا سائرة بيانا لهذا الخلل
الذي يصيب بعض الناس. لذلك ثمسني وها ربي أتوا بفيس باش هذه السن ربي وذي هذه سكن سيدي ربي ويا أثني ولا سافري ذن سلامة وثكين دماء. دائما نتكرر نكرر دائما قوله تعالى في سورة فصلت الآية 53 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وأسلنا له عين القطر ذا نحاس قصد نحاس صناعات وكيف كربك وكذا لن تمشوها ثم قرانين في حياة النبي المرسلين ومن الجن يعني سخر سيدي ربو لذي الجن. الجن مخلوقات مخلوقات اللان نثني اللان نكونين الله نكون أقلق ذي البشر نحن معشر الإنس ولكن هناك الجن هناك صورة كاملة تحمل هذا الاسم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وقال نساني القرآن الكريم نفر من الجن فقالوا ولكن مستعرفا إن سمعنا قرآنا عجبا استعرفا يهدي إلى الرشد. الرشد كمال العقل الرشد يهدي استعرفا بلي القرآن يجي يتوليه سفريد يلهان سيني قلهان سيني انفعان سيني صلحان يهدي إلى الرشد. حفظنا لكن دا فآمنا به وكان لوجيك ف تفيد الفورية مع الترتيب الترتيب مع الفورية في اللغة. إذن فآمنا به صدقنا به ما كفروا به سودنا لا أولا شريك ما كانش منه خاطئ فآمنا به أن بعثان قارثنا ناس ولن نشرك بربنا أحدا وسنتسرر شريك ربي معنى تفن ذي التوحيد. وجد الجن استعرفا ومن فكاند نطقوا بهذا الإيمان لكمال رشدهم ولكن دار للويض الكفار للمشركين كفار إلى كلش مثل البشر أيضا فينا كلش. ولكن هذا الجن مسخر تغنى ولي سيدنا سليمان أنعامه تغنى ولي ما حبيتش ندخل في يعني موضوع الجن وكذا والمس نتاع الجن وكذا والرقية ولا ما ندخلش في هذا الموضوع. هناك من أفضل مني في هذا الموضوع خيرك شماراديس كان كسنج كان كا بلي فقيد المعجزة الآية من آيات الله يفكس ربي سبحانه ويسيد ناس ليمان وربي سبحانه ذي الفهامة إذ قد في ناس ليمان لنعود إلى هذين النبيين ففهمناها سليمان ولكن الفهامة يمكن قرن أعطيني الفاهم لا قرأ إيه خطر ماشي دائما القراية تجيب الفهامة حنا ماذا بك إذا كان القراية تجيب الفهامة رحمة ربي. أما إذا كان القراية هك والفهامة هك فهامة ففهمناها سليمان ابن قيم الجوزية رحمه الله قال نعمة الفهم أعظم نعمة بعد نعمة الإسلام. ومن العلماء مثل الإمام حسن البنا رحمه الله كان يتحدث عن الفهم. الفهم كلمة الفهم شرحت من كبار علماء الدنيا أي غر ركز عليها مليح الفهم ولها أصول لها إلى آخر ما تعلمون. ولسليمان بعد شو ديننا ومن الجن من يعمل بين يديه يعني تحت إمرته الجن تغوال سيدنا سليمان ولكن بإذن ربه معنى سي قرار باللي اسم هذا الشطارين لا أنا كل شيء بإذن ربي إسخرس سيدي ربي الجن إسخرس ربي أظو الريح الخشبني سبحان الله صرف الجن بعد أتيوي واظو أذي الحو يقطع مسافات ولا نعود إلى هذا الموضوع. وبعدين شو دينا ربي سبحانه ومن يزغ منهم عن أمرنا
وجد الجن الذي لا يطيع يعني أوامر سيدنا سليمان نذقه من عذاب السعير. سيدي رب اثني عتسب واثني عتسب المعنى يس إلى قذغ نوالي سيدنا سليمان يعملون له ما يشاء أنا عميه أي نسني فيك لزوردر أسني فيك الله في دروز أسني فيك أوامر يطبقونها من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات في قذقي لها بيان. ليس اليوم آخر حاجة اعملوا آل داود شكرا. سبحان الله سيدي رب غادي يفك الآيات غادي يفك المعجزات ديال غادي يفك المعجزات غادي يوري المعجزات يفك الأنبياء إلى آخره. أم بعدين أثن دي سمحتين باش تحمد ربي وتشكران إلى قل شكرنا ربي سبحانه خطر النعمة لابد لها من شكر المنعم. إذا أنعم الله بنعمة لأحد إذا شكر الله عز وجل يحقق هدفين مقصدين. الأول دوام النعمة، الثاني زيادة النعمة. الدوام والتمام من ذكر بنعمة يومذان أذي يحمد ربي ثم زوار تدوم أتدوم نسدغ الجامعة في دارنا النغ ثاقي كانت النعمة في دارنا غدي يبوي مثل الله ربي سبحانه ثاقي النعمة وطاس قمذانا ورزمير النار أذي الحون صافي زيادة قمقرت مليح لأن وقاد ونزمير الوالين ويض السمحة سنارا ويض ونطق نارا إيه هشحال صافي يكون من سعى النعمة يرنم كل يوث ورزمير سنف كزاليس سورة إبراهيم ربي سبحانه ينات وإن تعدوا نعمة الله ماشي نعمة ماشي جمع لا مفرد نعمة الله لا تحصوها بشغي السلمذ يعلمنا الله كيف نكون من الشاكرين أثنى دقي يفكال أمر آل داود باش تشكر سيدي ربي. بعد كيفاش ختم الآية 13 وقليل من عبادي الشكور لا إله إلا الله محمد رسول الله زي قليل أبادرك واحد يجتهد إلا قد يشري وثيذي باش ذيلي سي شوية طاقي لازم الإنسان يجتهد ليكون من هذه القلة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سميتنا عائشة رضي الله عنها ثنيس بزاف الله وقد تفطرت قدماه يقوم الليل وكذا تزرم شوي ظران ثنيس وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ذا شو سينا أفلا أكون عبدا شكورا. ولكن يثل المقام مقام علين بشذي لفنادم من الشاكرين النبي صلى الله عليه وسلم ينسى عائشة رضي الله عنها أفلا أكون عبدا شكورا يفغى ذيلي ذي العبد الشكور وين يد دايما لسانه يلهج بحمد الله وشكره ورغفلارا ونكني سيدي رب شو داغدينا ولا إن شكرتم لأزيدنكم مذحم ذما ربي أربي سبحانه أكون ديرنو أكون يحرز النعم يكون ديفكا يرنا أتزيد أتنرني أرنو يصحى جاني أظن يناد وإناد وقليل من عبادي الشكر مثل يصحى شوية طاقي يحمدنا ربي سبحانه أشدنا ربي ذي الله ينظن وسيجزي الله الشاكرين. ولكن سبحان الله ربي أخي أغدفك النعم من حمذيث أن شكريث يرنا أغي جازي أذي حرز النعمة وتنرني النعمة ينغي في كل جرد القرآن وقيد الوعد سيدي ربي الوعد ينس لفذي لا يتحقق وقليل من عبادي الشكور. السلام عليكم ورحمة الله.